اشترك في قناة الساحر وقم بتفعيل الجرس لمتابعة كل جديد أولا بأول. أغرب وظائف موجودة في العالم. تتنوع الوظائف في العالم بين الطب والهندسة والتقنية والتعليم والفنون، وهناك الكثير من الناس الذين يشعرون بالملل من عملهم المكتبي، لكن هناك وظائف لا تدخل ضمن هذه المجالات، وظائف قد لا تتخيل أنها موجودة، من مختبر طعام الحيوانات إلى نادب في الجنازات. نتعرف في هذا الفيديو على قائمة من أغرب الوظائف الموجودة في العالم. الوظيفة الأولى: غواص كرات الغولف. إذا كنت تستمتع بالغوص والبقاء في الهواء الطلق فأنت مرشح مثالي لهذه المهمة غير العادية، إذ إن غواصي كرات الغولف تقع على عاتقهم جمع كرات الغولف من الجزء السفلي من البرك المحيطة للأراضي الخضراء التي يمارس عليها لعب الغولف. يمكنك العثور على الكثير من الطين والطحالب وحتى الثعابين. الوظيفة الثانية: مجرب طعام الحيوانات الأليفة. الحيوانات الأليفة هي صديقتنا، وعلينا أن نتأكد من أنها تأكل وجبات لذيذة ومغذية، ومن أجل ذلك توجد هناك مهنة مختبر طعام هذه الحيوانات لتقييم الطعم والنكهة ومعرفة ما إذا كان الأمر يصل إلى معايير الجودة. الوظيفة الثالثة: تجربة المناديل الورقية. قد تلاحظ أن جميع المناديل الورقية لديها إما رائحة زكية أو ليس لديها رائحة تقريبا. إن ذلك ليس مصادفة، ولكن هذا نتيجة عمل مختبري تلك المناديل، وهم الأشخاص الذين يشمونها للتأكد من أنها لا تمتلك أي رائحة غير مرغوب فيها، كذلك يهتمون بمدى نعومة هذه المناديل. الوظيفة الرابعة: الوقوف في الطوابير. إذا كنت لا تحب الوقوف في الطوابير فهناك حل مثالي، إذ إنه بإمكانك استئجار شخص كل مهمته الوقوف بدلا منك في الطابور مقابل مبلغ مالي. في بعض الأحيان يتوجب عليك أن تصطف في الطابور لمدة 19 ساعة للحصول على منتج أطلقته شركة ما حديثا. إنها مهمة صعبة فعلا ومملة كذلك، قد تجعلك تضطر لاستئجار أحد الأشخاص للوقوف بدلا منك. الوظيفة الخامسة: مختبر مزالق المياه. تمنح الحدائق المائية المتعة للأطفال الصغار وكذلك للكبار، لكنها يجب أن تكون آمنة أيضا، وتقع المسؤولية في هذا الأمر على مختبري مزالق المياه في القيام بجولات متعددة فوقها للتأكد من سلامتها ومعرفة كمية المياه التي تحتاجها ومدى السرعة التي يمكن أن توصلك إلى القاع وكم هي ممتعة. الوظيفة السادسة: جزء من الجسم لعرض الأزياء. بعض الأشخاص يجدون بأن لديهم أيد جذابة أو أقدام جميلة، فيقومون بالتعاقد مع شركات المنتجات المختلفة من أجل تصوير تلك الأجزاء أو إشراكها في الحملات التسويقية بمقابل مالي. الوظيفة السابعة: جامع الديدان. وظيفة بسيطة تتطلب منك أن تحب التواجد في الهواء الطلق. عندما يذهب شخص ما للصيد فإنه يحتاج إلى الديدان، والتي يمكنه شراؤها من العديد من المحال التجارية. هل تساءلت يوما عن كيفية دخول الديدان إلى المحل؟ يتم الحصول على تلك الديدان من قبل جامعي الديدان في المناطق الشعبية، الحدائق والمتنزهات وملاعب الغولف الذين يلتقطونها بعد حلول الظلام. الوظيفة الثامنة: شم الإبط. وظيفة شم الإبط ممكن أن تجدها عند مصنعي مزيل العرق لضمان جودة المنتج. يقضي أصحاب هذه الوظيفة أيامهم في غرف ساخنة أو في الهواء الطلق، وأحيانا يشمون ما يصل إلى 60 إبطا في الساعة. هدفهم هو تحديد مدى فعالية مزيل العرق
وهم يكتبون التقارير ويساعدون العالم في شم رائحة أفضل. الوظيفة التاسعة: اختبار السرير. كما يوحي العنوان، هناك أشخاص يختبرون الأسرة، المراتب والوسائد للشركات والفنادق. هذا صحيح، يتم الدفع لك للنوم في العمل. يبدو هذا وكأنه وظيفة الأحلام، لكن في الواقع إنه عمل شاق، حيث يجب أن تعرف كيفية الاستلقاء للتأكد من أن المراتب لا يوجد بها انغماس وأن حواف السرير قوية بما يكفي للجلوس عليها. الوظيفة الأخيرة: حساس الوجه. وهؤلاء يعملون لدى شركات العناية بالبشرة، لكنهم لا ينتجون المنتجات، إنهم فقط يتحسسون وجوه الأشخاص الذين يستخدمون المنتجات الجديدة لمعرفة ما إذا كان هناك أي تحسن. فأنت بحاجة إلى بعض القدرة والمعرفة والخبرة لتشعر بالفرق، وتقع على عاتقك مسؤولية كبيرة بقبول أو رفض منتجات معينة بناء على تجربة شعورك بالوجه. كانت هذه بعضا من أغرب الوظائف الموجودة في العالم، قدمناها لكم من قناة الساحر. اكتبوا لنا في التعليقات ما هي الوظيفة الأكثر غرابة التي وجدتموها ضمن هذه القائمة. اكتب لنا في التعليقات رأيك بما شاهدت للتو، ولا تنسى دعمنا بتسجيل الإعجاب ومشاركة الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي. كما لا يفوتك الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لمتابعة فيديوهاتنا القادمة فور نشرها. أما إذا أردت مشاهدة المزيد فاختر واحدا من الفيديوهات المقترحة التي تظهر على الشاشة أمامك الآن.